هلا على ابراهيم، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. مجله مشاعر العراق مجلتنا دائما داعمه ومتواجده بكل المحافل. نورنا. الله يسلمك. 5 سنوات على التوالي ومسير صنع في بغداد والتحاضر، شنو رايك فيه؟ صنع في بغداد انا دائما اصر على التواجد بها، لان صنع في بغداد حفل مختلف، حفل يجمع كل صناع الدراما بالعراق، النخبه اللي موجوده، شركات الانتاج اللي موجوده. هذا الشيء يفرح، يدعم الانتاج، يدعم التلاقي بين شركات الانتاج والعاملين في المجال الفني. فشيء جدا مفرح انه نكون متواجدين بهالمهرجان. كميه كبيره من الاعمال الرمضانيه العراقيه هذا الموسم، نقول اكثر عمل عجبك؟ عالم ست وهيبه، غير انا اشتغل بي. شلون اقول؟ شلون شفت الانتقاله من الكوميديا للدراما والتقبلها اعلامي؟ يعني لا انا منتقل للدراما من اشتغلت ويا علي فاضل بغيد، ودور كان كلش مهم في غيد، شخصية ذياب حصلت عليها جائزة في وقتها بالهلال الذهبي. صح. اليوم أنا بشخصية مختلفة أيضا تماما، شخصية رائد عمران في عالم ست وهيبة، والناس حبوها الحمد لله والشكر بمشاركة أصدقائي وأخوتي من النجوم الشباب، وأيضا بالنخبة القدامة من الفنانين الكبار. شقد قريب من عندك رائد عمران؟ ماكو ممثل يعني قريب على شخصية، بالتالي كل ممثل هو لشخصيته اللي موجودة الحياتية اللي يمثلها، هي شخصية موجودة ضمن القصة فيدخل في هاي الشخصية ويحاول أن يوصلها للناس كما مكتوب. هلا منورنا. أشكرك حبيبي، شكرا جزيلا.